اهلا وسهلا البنات. قبل ما نبدا لكم هذا الفيديو هذا نبغي نذكركم بالمسابقه واعره بزاف. غادي تربحوا كما شفتوا في الاول عجانه، ماكينه ديك كتصايب القهوه 3 في 1، كتستعمليها البودر كابسول وكتستعمليها حتى لي ساشي. والرابحه الثالثه غادي تربح مولينكس ومعها بوطه صغيوره ديال الكتريك كتخدم بالضو. حظ سعيد لكم كاملين، خليكم مع الفيديو باش تفهموا قانون المسابقه كيفاش غادي يكون. حظ سعيد للجميع البنات. هنا غندوز لكم الطريقه كيفاش غتشاركوا في المسابقه. هذا الفيديو هذا حطيته لكم خصيصا في غير 4 ثواني فقط باش تدخلوا وتكتبوا من تحت منه كومونتيرات هذا علاش درت هذا الفيديو هذا. انا هذه خاصه باش غادي ندير لكم منها السحب. غادي تدخلوا هنايا البنات، غادي تدوزوا لهنايا تشانلز يعني القنوات، كتكون حدا هاد اباوت شتو لاخر فاش كتموا غاديين هنايا يعني من تحت من الفيديو هذا اللي كتفرجوا فيه دابا. تحت منه غادي تلقاو الرابط، داك الرابط ضغطوا عليه غادي يحطكم هنايا في هاد القناه هذه اللي هي القناه ديال اسيا بيوتي الثانيه، ماشي هذه اللي انا كندوي معكم فيها. هذه فقط درتها باش نسحب لكم منها، يعني راه ما خدامه ما والو هذه القناه، غنسالي غنسوبريمي هذا الفيديو. هنا غادي تدخلوا غادي تدوزوا لهنايا هنايا الفوق كيف قلت لكم، تدخلوا هنايا غتوركوا على القنوات. هنا البنات وانتم نازلين كيكونوا بحال هكايا، هما نورمال. انا دابا دايره لهم سبسكرايب ياك، كيكونوا بحال هكايا. انتم اشنو غادي ديروا؟ غادي ديروا ابوني لكل وحده، غديروا ابوني لكل وحده مع تفعيل الجرس. غديروا بحال هكا يعني بحال هكا فوقانيا، غتوركوا على هادي باش يوصلكم كاع لي نوتيفيكاسيون ديالهم. ابوني لهادي حتى هي بحال هكا، وانتم نازلين بلا ما غتخرجوا لا رابط لا حتى شي حاجه لا يصدعكم لا تجيكم تصعيبه، ساهله مهله. غتابونوا عند البنات كاملين اللي غتلقاوهم في هاد التشانلز، وما خصكم تفلتوا حتى شي وحده لانه لابليكاسيون غادا تعزل الناس اللي هما مطبقين حقا حقا الشروط. نبغيكم كاملين انكم تخليوا لراسكم واحد الحد، وفاش تساليوا هنايا غادا ترجعوا لهنايا القناه، غادا ترجعوا لهاد القناه هادي اللي درتوا لهم ابوني 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 الوحده، غتلقاو هاد الفيديو هذا. غادا توركوا على الفيديو البنات بحال هكا، وشنو غادي ديروا؟ غادي تخليو كومونتير، تخليو كومونتير، غادي تكتبوا، غتخليو كومونتير وغادي تكتبي نمره التليفون ديالك ولا الجيميل ديالك كما قلت لكم. طال الفطور عشان يلا فقت جاوبت عليه بواحد النعسه ناحيتي ولات دابا دايزه في الناس. السلام عليكم يا بنات، مرحبا بكم في واحد القصريه ديال الكسكسو. حادك تبارك الله عليك، عشان ما كرهش نعاونك ولكن انا عاد غادي. لا لا ماشي مشكل، خذي غير راحتك. الله يعطيك العافيه. عاد تحرك عاد تنشط. كل ما قلت لكم تنطيب كل ما تنشط. نبقى تقاسه وما تندير والو تنزيد الماء. المهم البنات هنايا غادي نديرو هذا اللي ما نديرو قطيبات، كذبش عليكم الصراحه عرفتي شي وحدين الصراحه فيهم الغش، شكيت في الميزان ماشي هو هذا، شكيت في الميزان ماشي هو هذاك والله. ها ديرها هضري ما كيحشمانه، انا حشمانه ما حشمانش. صار تحمينه قلتي صافي هادشي اللي البصله انا كجاتني بلاش حيت ما كون كانت مثلا الشحمه اللي غن ما تتحاميش مع البصله ما كانش عجبنيش. دابا نكمل مطيشه. كي درتي لا طونشيت البنات شوط ديجا طونشيت هادو مطيشه غنزلقها في القطيب عرفتي كتشويها كتجي واعره. ها لا غير دابا طونشيها ما تشدش في القطيب دير هكا. لا لا طونشيها بحال هكا في الاول هكا نص. اييه بسم الله خليها غتقص بيدي. صافي بحال هكا ضربيها على جوج صافي زوينه فيك، ولكن نورمال انا هادي غير درت لها هكا. انا نورمال كناخذ صغيره كناخذ صغيره كنقسمها على ربعه كتجي 100 هذيك. صافي غنشرملو هادشي مزيان تحرك ماما هادشي ما تحركي انت، انا غنمشي نصيب المجمر بحال صافي
البنات انا كنزند في الفاخر الطريقه دي مزيانه باش تغيزنك انه سولنا على داك اللعيبات عرفتو ملي كيزندوا الفاخر ما لقيناهمش. او ايديا وليا ما كفاش تشوف الحرقه كي باقا. زند دابا الفاخر خليوه يزند شوفوا الحرقه كي دايره في ايديا بحال واحد البنت كتبات ليا يدك ولات بحال مولات المسمن. مالي حسن لي الشرف نكون بحال مولات المسمن كتجيبهم بالحلال دير الحرام بالعكس ما عجبنيش الصراحه الحال قالت لي بحال مولات المسمن بالعكس علاش نفتخر كدير بالحلال مسكينه هي كتوقف في الشمس عليا مسكينه كرهات نورمال غنوريكم شنو غندير لي من بعد غنسول ماما واش عندها استشوار كان عندها واحد كتنشف به شعرها نشوف واش باقي عندها طيبوا دابا البنات الحرام هاك نزلنا هنا الفاخر مزيان عشي بستشوار شوفوا كيفاش كيولي كل اللوزات هيدا قريب هيدا عرفتوا ما تخيلوش وليت كنموت على الفواكه اللي عرفوا معاه في الواحد كتجي واحد الفرصه ما كيبقاش يحمل ليا كل هادشي كيكون عندك زيد ناقص كليتيه ما كليتيش عادي دابا كنبدا نفكر فيه بالليل كنبدا نحلم بيه كنبدا نحلم بهادشي تخيلوا معايا دابا الحمق اللي جاني غير مشمش عرفتي زوين باقي فريش. بالنسبه للبنات في فتره الحمل حاولوا انكم تختاروا الحاجات اللي هي مفيده للصحه ديالكم ولا داكشي اللي فكرشكم. يعني دابا انا كنحاول انني ناخذ الحلاوه اللي هي طبيعيه فواكه العصير وليت كنصيب عصير يعني فريش رغم انه الايامات العاديه كنعكز كنقول صافي نشرب غير عصير هكاك رغم انه يعني نورمال الواحد خصو يصيب حاجات طبيعيه كتكون احسن ولكن دابا وليت كنحاول انني ما امكن واخا نكون عيانه كنوض نعصر الليمون نوض نعصر هذا وجاتني على الليمون بزاف بزاف. ايوا هنا حطينا البنات الطبله ديالتنا ديال الفطور هادشي اللي كاين فتيات وحقكم في الجنه نتمنى تكونوا كلكم واكلين وفرحانين وشبعانين في كروشكم ان شاء الله. اش بغيت نقول لكم بالنسبه للماكله ما بقيتش كناكل عرفتوا هذا القطيب هذا اقسم بالله الا كليته كل حاجهكم رجعته داكشي كلشي هادشي اللي كليته موراها بنص ساعه رجعت داكشي كامل. ايوا واش غادي نديرو خصني كنحاول انني كنقول على الاقل ناكل يعني نستافد من بعض الفيتامينات كذلك الجنين يدوز لي شي حاجه ديال الفيتامينات وحتى انا رجعت راه بعدا استفدت شدات من شي حاجه ماشي بحال الواحد ما تياكل والو والو والو. جبت لكم الوالده اليوم موضوع جدا شيق بغينا نبدلو لكم نغيروا لكم شويه الروتين وهذا نعاودوا لكم شي حاجه اللي غادي تستافدوا منها يعني باش تعرفوا المهم قصه كيكونوا قصه كتكون واقعيه ماشي شي حاجه اللي كتكون غير بنادم كيعاود. دابا انا هي المقدمه انت هي غادي دير العرض والخاتمه. المهم البنات اليوم الوالده غتجي بغات تعاود لكم قصه كنا جالسين كنا عاودها للبنات قالت لي واخا غتقاسم معكم قصه ديالها مع واحد الصديقه ديالها كانت صاحبتها بالروح الروح ياك كنت صاحبه المهم صاحبتها بالروح الروح يعني باش تعرفوا انه كاينين صحابات ماشي اي وحده كنقولوا عليها صاحبه يعني الصحابات صعيب باش تلقاي صاحبه ديال قلبك يعني صعيب صعيب بزاف. فهي اليوم جات باش تقاسم لكم تقاسم معكم القصه ديالها مع صاحبتها شنو كانت دايره وشنو كانوا النوايا ديالها وشنو فين كانت باغا توصل وشنو دارت لها شيء خطيره شنو دارت لها بالاخر. المهم فتيات خلي لها هي المايك بحال تقدمي نفسك. السلام عليكم بنات جميلات يلا قولي لهم جميلات طيبات ديري لهم داكشي ديالك دير شحال هادي بقيتي كتقولي لهم لا جميلات لا والو. صاحبتي الروح الروح ظرافات وكلشي معايا مزيانه كنت انا ديك السابقه ما مجوجاش وتا هي كانت ما مجوجاش. ايوا على الاخر فاش نهار تزوجت فين تعرفتي عليها؟ انت تزوجت عادي لو شويه اللي طايب دابا انا تزوجت الاولى عادي هي تزوجت ولكن قبل كنتو مصاحبين قبل مصاحبين تنخرجوا انا وياها بحال خواتات تمشي عندنا وتجي لعندنا للدار وظرايف زعما معامله معنا في شكل دقيقه ما بلاش نسد الشرجم الكلاب داروا لنا طياره كيبقاو يغوتوا
ايوا قلت لك كانت معايا مزيانه واحد النهار صافي حسات بيا تزوجت انا الاولى سبقتها عاد تزوجت هي فاش تزوجت عرفتي الدريات اغلبيه فاش كيتزوجوا كيقلبوا على الدريات فاش تزوجت صافي كانت شافتني انا والراجل عندي الحمد لله مفاهمين زعما حتى تكون شي مناقشه خفيفه ماشي مشكل المهم تتعيش تجي نوبه نوبه عندي وداكشي واحد الخطره جات لعندي كنتي كتدخلي للدار تندخل للدار جات لعندي وانا شديت فورت الكسكسو جات الكسكسو على بنات داتو بالحيمات تما مالي الخاد قديتو داكشي شويه قالت لي عرفتي شنو ديري لا جا راجل قول لي انا اللي فورتو والله حتى قالت لي قالت لي قول انا قلت لها كيفاش هادي راه شوف بلاتي نقول لها سمحي ماما نقطعك هادي راه كانت نيه اكثر من القيد دابا هي درافاش ولكن قبل يعني دابا واخا هكا يعني اللي كيقول لها شي حاجه كتقدر تجاوب على راسها قبل راه النيه فهمتي راه ما نعاودش لكم ما كتجاوب لا على راسها علاش دابا انا وليت انا خصني كنبرد داك الغضيض ديال شحال هادي كدافع على راسها يعني كطرى شي حاجه في العائله ما كدويش كتهمس مسالمه تنخدم داك التدرويشيت ولقيت داك التدرويشيت ما خداماش وغدا معاه بالنيه قالت لي قول لي قلت لها علاش هي عارفه علاش وانا قلت لها علاش علاش شويه قلت لها لا ما نقدرش نكذب معانا الا الله التزمت ما كاينش الكذوب كانت كتلبس داك داك كنتي كتلبس داك الاخوانيات داك الاخوانيات كيلبسوا بحال هكا هكا قلت لها وفي الاخر هي صافي بحال تقلقات قلت لها انا نمشي لويت شي تقلقات قالت لك علاش هادي انا ما نويتش الغدار انا قلت لها انا ما قلت لك والو انا غير ما جاتنيش بغيت نكذب قلت لها اما انا هانيه صافي وبردنا وداك الشيء ودارت الايام عاوتاني تتجي لعندي قطرة عاوتاني جات لعندي قالت لي بغيت نقول لك فاتحه واحد الحاجه قلت لها شنو قالت لي بغيت شي وراقي بغيت نصاوبو بغيت نتكاتب لك مع راجلك والله الا بحال سمعتو بودنيكم والله انا قلت لها شنو كيفاش نتكاتب لك العمر قالت لي انت كنت مصاوب مع وريقات ونطلق منه قلت لها هادي لا عقل واش بغاتو لا هي واش بغات هي بغاتك انت تطلقي وهي بغاتني انا نطلق منه قالت لها تبقى مع راجلك وانا قلت لها ما يمكنش قلت لها كيفاش علاش قالت لي لا انا ما نويت حتى حاجه قالت لي بغات هادشي وريقات نصاوبهم قلت لها هذا شتي هذا ما دخلتش لي المخ قلت لها انا صدمتيني في هذه الكلمه اللي قلتيها وخليه تتدوي تدوي قلت لها صافي ولكن بلاش قال لك شمتك قال لك عرفتك ولكن بلاتي خصك توضحي لهم شنو كان عندها المشكل اللي كان عندها يعني من بعد واش قالت لك المشكل اللي عاودتي لي عليها قالت لك قبل ولا من بعد؟ ها مشكل وداك الشيء دابا هي نشرح هي حشمات نقولها كان طرا لها مشكل ما عرفتش قالت لك المهم طرا لها مشكل الله يستر يعني حنا ما كنتعجبوش ولكن غير باش تفهموا شنو واقع هذه من النوع اللي باغي يلصق دابا هي كان وقع لها شي مشكل ولا مهم تعرض لها شي حد في الزنقه شي اللي قالت هي قالت لها خطفني شي واحد وداك الشيء طرا لها المشكل الله يستر الله يعفو طرا لها المشكل من بعد تزوجت بواحد اخر وعندها عاودت لي المشكل اللي طرا لها قبل عليها ولكن ما قبل من هادشي ولا ما قبل ما تجوج ولا من بعد ما تجوج قالت لك هادشي ديال نتزوج براجلك ونطلق منك قلت وقع هذا مشكل لا لا واش تتزوجات علاش قالتها لك حتى تجوج ومجوجه تزوجات هي دابا تزوجات دابا هي حشمات باش تقول لك تزوجات ياك وبداك الراجل عاودت لي القصه ديالها قالت لي شنو طرا ليا وشنو طرا ليا صافي هو تقبل ولكن من بعد داك عارف داكشي هي ما قدراتش تبقى معاه طلقات وبغات تدور لها بالراجل عندها فهمت كيفاش ولكن هي واخا تقولها لي راه مزوجه ديالي من داك النوع اللي ما يبغيهش يعني وطلعت انا واخا قلت لي هاد الهضره والله عندي انا الدنيا هاني قلبي بصافي وما تنخاف من حتى شي وحده موكله على الله وعارفه الراجل تيبغيني ونبغي وما تهمنيش اي وحده زير على الله كملي كملي حشمت كملي كملي وكنضحك معاك فاهمه علاش فاهمه معاه واخا كيف ما كان الحال وخليت على خاطرها بقات لي مغدا اليوم غدا لا عرفتي هادي راه دوي عرفتي انا كون درت لي صاحبتي بحال هكا اش ندير لها بقات بشويه بشويه تندين تنبعد عليها بشويه تندير لها نقول لها شي هضره ناقصه باش تفهم راسها حتى ما بقاتش تجي لعندي صافي شنو ولكن قلت لي جات كدق عليك في الباب كانت خطره اخرى خلاتني تطلع تسطح تنشر الحوايج عاد جات تدق حلوله ولادي حلوله ولادي كانوا باقين صغار حلوله الباب ودخلوها بقيت جالسه تتسنى خلات دخلات تتسنى عرفتي فاش جيت اهبط من السطح تكفنت لقيتها جالسه بانت لي كشي مصيبه مابغاتش نخرج معاها العيب خليتها تا جالسه تسخنت الله يسعد تما تغادى عاد قلت لولدي
وتيسير قول ليها ما تبقاش تجي لعندي، خليها تمشي. قال لها حل ديك الطاقه، قال لها قالت لك ماما ما تبقايش تجي لعندها، سد الباب. وقالت لي غنجي اليوم غدا. قالت لي غنجي اليوم غدا. ريحتي جلاخه هادي. قلت هادي اللي بغات تجي اليوم غدا، هادي خطر، بغات دير لي شي مصيبه ولا تصيفطني الروضه تسطيني ولا ما تعرفيش. خطر من تماك صافي ما بقاش تجي لعندي. عرفتي كنت خطيبه فين ما مشيت هي غاده معايا جايه معايا، تنقول هادي تحت راسها وجي. وكنت مشيت عند لوستي وجات لعندي وجابت امها، قبل ما جابت امها ما عرفتش بغات امها جايبه واحد الكفه، امها سمعت بها قال لك صحاله. ايوا جات وجلست وحطت الكفه وجلست تتسنى. وقالت لها بنت لوستي، قالت لبنتها قالت لها بقاي خليها بقاي معاها، حطيها لا دير لها شي حاجه ولا تلوح لها شي حاجه في القنت. قلت لها خليها هي تعمر اتاي، وعاد انا مشيت تنعمر في اتاي وداكشي. جيت وبقى مع هادشي من ورا هادشي اللي جريتي عليها. وفي الاخر في نضت انايا عمرت لهم اتاي، حطيت داكشي ما طال ما بغيت نجبد لها عيب لا والو. خرجوا تسلتو سلتو بحال ما كاين والو. هادشي البنات اللي كتعاود لكم هي عليه باش نتوما ديروا احتياطات، هي يعني التجربه ديالتها، وانا نتقاسموا نديروا كل مره حوار برا نعاود لكم التجربه مره، هي باش تعرفوا انه ماشي اي واحد كندخلوه للدار، ماشي اي واحد نتيقوا فيه، حيت كاين واحد النوع. انا نشرح لكم البنات، وخصوصا الا كنتو عندكم واحد الشخصيه انكم كتحشموا، يعني كاينه بنت كتلقايها وحلات فيها واحد البنت كتوقع ماما. أيه كتلقاي وحلات هي بحال هذه انايا، كتلقاي وحلات فيك شي وحده، يعني هي كتحس بك انك ما بقيتيش حامله، لانه واحد النورمال اللي كتبغي كتحطي ليه حاجات زوينين، كتهلاي فيه، كتبيني ليه الترحيب، كتضحكي معاه، تجمعي معاه، كيعرفك انك انت باغاه وكيحس بك. اما الواحد انت كتجمعي معاه شويه وكديري داك الجواب ناقص، كيفهم راسو. وكاين داك النوع اللي ما كيفهمش راسو كيبقى لاصق فيه، هذاك النوع راه خطره. غسلوا عليه يديكم ورجليكم، خصوصا الا كتكون دايره لك شي حاجه وتبقى لاصقه فيك بلا نفس، هذاك راه شنقول لكم غير كرواغوش. شنو هي النصيحه اللي تبغي تعطيها للبنات على الصحابات؟ النصيحه هي نقول اي وحده صاحبتها اللي شافتها ناقصه، زعما هضرتها ماشي هي داك وحده اللي تكون خارجه الطريق ولا شي وحده ما تعجبكمش في خواطركم، احسن لكم عطيو الثقه. بقى غير انت وليداتك وراجلك، الله يجعل البركه. صاحبي مع ولادك احسن لك، لانه الوقت خياب ما بقاش معامل، يعني خصك تعرفي معامل. انا ما كنقولش لكم هكا، راه انا كنهضر هكا، عندي صاحبتي الانتيم. اي ماما تقول لكم صاحبتي شكون هي؟ صاحبتها مريم. صاحبتي هذاك ديال القلب ديالي مريم، الله يعمر لها تعمر لها الدار. هذاك كنجلس ونخلي راجلي بحال هكا يكون، كانت كتجي تبات معانا وراجلي الله يعمرها، هذا التربيه الاخلاق من الجدر من الجدر، كنموت على هذاك الدريه. ولكن كنصح فيكم نتوما خصكم تعرفوا معامل. انا كنعتبرها كنقول لماما كون كانت في الحاله المدنيه كنت خشيتها معايا. سبحان الله العظيم، انا الصحابه ديال اسير بحال شي وحده ما عجبتنيش من الخاطر ديالي، تنحس شي وحده ما تعجبنيش قلبي تيفضل. وفعلا ملي كتقول لي على شي وحده كنبقى فعلا. مريم كانت تجي تبات عندنا وكل شيء، عرفتي تنحس بواحد الراحه بحال والدها. تنحس بالطمئنان، سبحان الله العظيم القلب ديالي تيعلمني. كنباتو مع بعضياتنا، شحال كنا نسافروا مع بعضياتنا فشي، يعني دوزنا مغامرات انا ود السيده هذه، يعني المهم داكشي كنا ولحد الان صاحبتي. يعني بحال بختي الماما اخر مره كنت كندوي معها حتى الليل، كنبقى نجمعوا بالليل، قال لي علاش ما ديروش عقد الزواج انت وياها؟ قال لي علاش كتهضروا بزاف؟ ايوا هادشي اللي كاين فتيات. نتمنى لكم يوم سعيد، الى عجبكم هاد السلسله نديرها لكم كل مره تعاود لكم ماما عندها قصص ياك ماما شبعانه قصص. الى بغيتو تسمعوا القصص البنات كثروا لي لايك، كثروا لي لايك، ندوزوا بهم هاد الفتره هادي ديال رمضان، تسمعوا الجديد وهذا وتستافدوا معنا. تهلاو فراسكم بزاف بزاف، قولوا ماما يديروا لي لايك. لي لايك ديروا لي لايك على الاري. لا 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 نعس ماما نعس، جات تخشى ورانا قلت يلا دوز نعس حيت ما بغيتش يبان في الكاميرا. انا عرفت عيب غير. المهم فتيات تهلاو فراسكم بزاف بزاف، نشوفكم بخير وعلى خير. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، وطونسي وحده ورياسكم. السلام عليكم.